طيب يا دكتور، دلوقتي مثلا لو شركة قالت أنا هحط قوانين عامة وأقول إن أنا مش هستلم مثلا المشروع غير لو هو مثلا بيم، إزاي الدولة تعرف إن الموديل اللي جالها ده بيم؟ يعني إحنا مش هنقول إن هو مثلا ريفيت أو أرشكاد أو هو عايز حاجة بيم، فإيه الحاجة اللي تدلها إن الموديل ده معمول بيم مش كاد أو مش أي حاجة تانية؟ نعم، هلا طبعا اذا الاونر او الكلاينت او الجفرمنت، يعني اي حدا اللي هو هيستفيد، اللي هو اللي عم يشتري المشروع، اوكي، او هو اللي طلب المشروع، لازم يكون عنده نوع من الاويرنس، لازم يكون عنده نوع من النضوج بموضوع البيم. اذا الاونر ما عنده نضوج، اي شيء حيسلمه اياه الكونسلتنت او الكونتراكتور وشكله 3 دي وملون وكل شيء حيفكروا بيم. فالطريقه الوحيده انه نضمن انه اللي عم يتسلم هو بيم، وبم معمول بطريقه دقيقه وفيه معلومات كافيه، هو اول شيء توعيه الاونر والبروجكت مانجر. وبعد ما يتوعى الاونر والبروجكت مانجر، لازم يطوروا ريكويرمنتس، يعني سلسله من الـ بيحددوا اكزاكتلي شو يعني بم بالنسبه لهم، شو لازم الانفورميشن يكون موجوده، ويكون عندهم شخص او اشخاص ضمن الاونر او البروجكت مانجر تيم يكون عنده خبرة بتقييم شو عم بتسلم لهم. إذا هيدي الريكوايرمنتس مش مكتوبة وهالأشخاص مش موجودين عند الأونر أو الجفرمنت، أي شيء حيسلمون إياه حيكون كأنه بيم أو مش بيم، ما حيأثر، يعني مش حيقدر يعرف.